اهلا بيكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. تعالوا نبداها باخبارنا من عند فوز فريق المرتبط لكره اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره اصحاب الجياد بنتيجه 40 30 في مباراه الذهاب اللي جمعت بين الفريقين امبارح يوم السبت بالصاله المغطاه بالنادي، طبعا ضمن منافسات الدور الثاني لبطوله دوري المرتبط للمحترفين، وبتضم مجموعه الزمالك في الدور ده فرق سموحه، طلائع الجيش، اصحاب الجياد، والشمس والجزيره. طبعا بيستعد كمان الفريق لمواجهه سموحه المقرر ليها يوم السبت المقبل في الساعه 4 عصرا على ملعب الفريق المنافس بالاسكندريه، طبعا ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المرتبط. فاز فريق الناشئين لكره القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 بقياده كابتن رفاعي محمد على فاركو بثلاثيه نظيفه، وده في المباراة اللي جمعت بين الفريقين امبارح السبت على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الجمهورية. أحرز أهداف الزمالك كل من حسن أبو المعاطي وأحمد بليغ وعمار ياسر. تعادل فريق ناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2001 بقيادة كابتن محمد مصطفى ممس مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الجمهورية. أحرز هدف الزمالك حسام أشرف، طبعا كل التوفيق لفريق الناشئين. دايما بنسلط الضوء على كل فرقنا، وهنروح لفرق البراعم بنادي الزمالك اللي فاز فيها فريق نادي الزمالك للبراعم مواليد 2013 بقيادة المدير الفني محمود ياسين على العياط ب 10 أهداف مقابل لا شيء، وده كان في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الجيزة. أحرز أهداف الزمالك كل من ياسين محمد وحمزة عمر بواقع هدفين لكل لاعب، وأحرز هدف واحد كل من اللاعبين ممدوح محمد وأحمد بليغ وإبراهيم عمر وطارق محمود وبهاء إبراهيم ومعاذ أيمن، كما فاز فريق 2009 بقيادة المدير الفني إيهاب رفاعي على الجونة بثلاثية دون مقابل، وده في الجولة السابعة للمسابقة نفسها. أحرز أهداف الزمالك أحمد إبراهيم هدفين ويوسف وليد هدف.